مساء الخير، أنا بوجه رسالتي لست الستات المرأة العربية على الدور الكبير جدا اللي انت عملتيه في الأزمة الحالية اللي احنا كلنا عايشينها واللي بتمر بيها أوطاننا، وهي أزمة كوفيد-19. والحقيقة أنا بشكرك من كل قلبي، لأن إذا كان خط الدفاع الأول لأوطاننا هم الأطباء والممرضين والممرضات اللي بيبذلوا أقصى جهدهم عشان يحافظوا على حياتنا، أنا بتصور إن انت خط الدفاع كمان الرئيسي وصمام الأمان للوطن كله، لأن انت العمود الرئيسي داخل الأسرة. انت اللي بتحافظي على الأسرة، بتحافظي على استقرار الأسرة، بتحافظي على تطور الأولاد سواء في الدراسة أو في البيت أو في الحياة. كمان انت ما بتأثريش في عملك، وبالتالي انت يعني بتشتغلي جوه البيت وبتشتغلي بره البيت، بتشتغلي مع أولادك وبتشتغلي مع زوجك، بتعملي اللي عليك وأكتر. عشان كده أنا بقول انت فعلا حصن الوطن وحصن الأمان بالنسبة للأوطان كلها العربية. تمنياتي ليكي بطول الصحة والعافية ودوام البقاء، وإن شاء الله يعني مجهودك ده في ميزان حسناتك عند ربنا.